طبعا هذا هو إثبات الدفع اللي أمامكم. ممكن تشوف من الرصيد المقرض تذهب إلى عرض، بدل أنشطة رئيسية نختار الطلبيات. هذه الطلبيتين بالقسائم اللي تم استبدالها في الشهر الماضي، شهر مارس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع الجديد ودرس جديد من دروس الربح عبر الإنترنت. طبعا في الدرس السابق شرحنا طريقة الربح من الإنترنت عن طريق موقع يوكوب، وهو موقع متخصص في استطلاعات الرأي. واليوم أيضا هنشرح موقع آخر من مواقع الربح على الإنترنت عن طريق استطلاعات الرأي. وموقع اليوم هو موقع ريواردينج بلان. ريواردينج بلان موقع معروف، يدعم اللغة العربية، بسيط وسهل جدا، وخيارات بسيطة جدا بإمكانك الربح عن طريقه بالإجابة على الاستطلاعات اللي يرسلها على الإيميل أو تظهر كإشعارات في الموقع. طبعا قبل ندخل في الشرح مباشرة، أولا إذا كان لدينا حساب هنروح على تسجيل الدخول ونعمل دخول مباشرة. لم يكن لدينا حساب نضغط على انضم الآن. بمجرد ما تفتح معنا هذه الشاشة ندخل عنوان البريد الإلكتروني وننشئ كلمة المرور وندخل اسم الأول واسم العائلة ورقم الموبايل، ثم مؤخرا نضع علامة الصح على القبول بالأحكام والشروط ونضغط على زر أكمل. هياخذنا إلى الصفحة التالية، وبالتالي هنكون عملنا عملية التسجيل في الموقع. موضوع جدا بسيط وسهل. بإمكاننا أيضا التسجيل عن طريق حسابنا في الفيسبوك بالضغط على انضم عبر الفيسبوك. مثل ما ذكرنا في حالة وجود حساب، مجرد الدخول الذهاب إلى تسجيل الدخول وتسجيل المعلومات، البريد الإلكتروني وكلمة المرور وإدخال الرمز في الخانة هنا، ونضغط على تسجيل الدخول. طبعا لدي حساب موجود سابقا، بإذن الله أوضح لكم على فكرة الموقع. طبعا هذا الحساب، هذه الشاشة الرئيسية لما تدخل على حسابك يظهر معاك في أقصى اليسار الاستطلاعات، وهنا في هذا الرقم شوف هنا تلاحظ أنه الآن الرقم 0. هو في الأصل لو كان في استطلاع يظهر هنا استطلاع أو استطلاعين، يعني 2 أو 3، تظهر الأرقام على عدد الاستطلاعات. بمجرد الضغط على الاستطلاع الدخول عليه والإجابة على الأسئلة الموجودة في الاستطلاع تحصل على مجموعة من النقاط. طبعا هذا الرقم اللي انت شايفه 160 نقطة بجوار النجوم، بحيث انه هذه النقاط اللي موجودة الآن ولو جاوبت على أي استطلاع يعطوك مجموعة من النقاط 25 30 15 10، يفرق من حسب كل استطلاع واستطلاع الآخر. وبجوار الحرف عين والسهم، هذه كلها معلومات المستخدم، وبإمكانك دعوة الأصدقاء وعمل الإعدادات الخاصة في الحساب. بالنسبة للجوائز، الجوائز الموجودة في الموقع عبارة عن قسائم شراء من مختلف المتاجر، أو قسيمة عامة مثل هابي كار، قسيمة تستخدم في أكثر من متجر. فمثلا عند حصولك على 300 نقطة بإمكانك استبدالها ب 10 دولار كاشيو و 1000 نقطة 50 دولار من هابي كار. أيضا توجد مجموعة من القسائم الأخرى، نون 50 ريال من نون أو 13 دولار ب 265 نقطة، ومجموعة أخرى من القسائم مثل لولو وآيتونز بحسب عدد إيش النقاط الموجودة لديك. طبعا بمجرد ما تضغط على القسيمة تظهر معك أن القسيمة هذه 540 نقطة، 540 نقطة، وأنا موجود لدي 160، يقول لك متبقي 380 لكي تحصل على هذه القسيمة. طبعا الموقع معروف وموثوق، وتم قبل ذلك استبدال قسائم شرائية من الموقع. فلو نروح الآن للجوائز أو نضغط على النقاط، راح نشوف هنا أن كل ما يخص الإجابة عن النقاط الاستطلاعات والنقاط الممنوحة في هذا الاستطلاع. مثلا في 1/4 كان في استطلاع تم إكماله حصلت على 30 نقطة،
في 28/3 كان هناك استطلاع، لكن كانت مواصفات المستطلع لا تتطابق مع متطلبات الاستطلاع، فتم منح 5 نقاط فقط على الدخول. لو تلاحظوا في 26/3 و23/3 تم استبدال مجموعة من النقاط بقسيمة من نون دوت كوم، فلو تلاحظ $27 تم استبدالها وتم إرسال القسيمة، وأيضا في 23/3 $54 أيضا تم استبدال 1080 نقطة بقسيمة شرائية قيمة $54، وهنا استبدال 540 نقطة بقسيمة شرائية قيمتها $27. طبعا هذا هو إثبات الدفع اللي أمامكم. ممكن تشوف من الرصيد النقاط تذهب إلى عرض، بدأ نشطة رئيسية نختار الطلبيات، هذه طلبيتين بالقسائم اللي تم استبدالها في الشهر الماضي شهر مارس. طبعا حضع لكم رابط الموقع أسفل الفيديو، بإمكانكم الضغط على الرابط والاتجاه إلى الموقع مباشرة والتسجيل والإجابة على الاستطلاع، وبالتالي حصد النقاط إن شاء الله والربح عبر موقع ريواردينج بلد. هذا كل ما لدينا فيما يخص ريواردينج بلد وطريقة الإجابة على الاشتراك في الموقع والإجابة على الاستطلاع. في حالة وجود أي استفسار بإمكانكم التعليق أسفل الفيديو والتواصل معنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولمتابعة جديدنا من الفيديوهات. شكرا للجميع.